الانذار هذا ديال هذا الاغلاق راه جا بدون سابق انذار، ما جاو علمونا ما شي حاجه، حتى جاو سدوا لينا قال لك سير الاجل غير مسمى، راه ما كاين لا 14 يوم لا 15 يوم لا شي حاجه، ما قالوا لينا حتى شي توقيت. خير الكريديات مازال تيتسالوا فينا، الكرا راه مازال 3 شهور بالنسبه لي انا، الموضوع المدرسه ديال البنيه راه هذا لا اخي، فما لقينا شي حل، يديروا معنا شي حل مزيان اللي يكون في صالحنا وفي صالح المواطن بصفه خاصه. كيف تشوفوا ان الاحياء حالين؟ الاحياء اخي راه كاينه الشنطي بيناتنا وبيننا وبين حي السلام، علاش هذوك القهاوي حالين وحنا سادين؟ راه دوزيام فوا هذه المره الثانيه وما تيديروا لنا هذه القضيه. المره الاولى سيمانه، هاد المرة هي 15 يوم وما غير تيقولوا 15، شي حاجة اكزاكت راه ما كايناش. اللي تتشوف حتى يخلق حتى راه لا اله الا الله، هما يسدوا لنا حنايا، راه يجوا هنا المنطقة الأخرى، راه ماشي التجمعات. شو قلتو تتقاد هاد الجائحات؟ قلتي ان الزوج ديالك مسير ديال ديال واحد المقهى ديال المتروبول. كيفاش يكون التصور ديال العائله ديالكم الصغيره؟ بطبيعه الحال ملي كتحبس كيحبس كل شيء، كيكون تاثير ديال حتى على المستوى ديال المدخول، لان القهوه حابسه حتى الباترون اللي غادي يخلصك حتى هو كاري مثلا، منين غادي يجي خلاص هاد الخدام هادو؟ ما كاين دعم، كل شيء كيخدم في النوار باش نكونوا واضحين. دولة مستر على مجموعة ديال الأشياء، ما كاينش دعم، إذا هاد إلا بليزير منه غيعطيك مثلا الباترون الشهر الأول والثاني راه ما غيقدش يواصل يعطيك، لأن توا ما كيدخلش، توا متبوع بضرائب، متبوع بكرم، متبوع بمجموعة ديال الأشياء. إذا الله يجازيكم بخير خص يكون شي أشياء معقولة، وأصلا إلا بغينا نحيدوا مثلا لوبيك وبغينا نديروا واحد الكونفينمون نديروا عام واحد 15 يوم، ما كاين لا أسواق، ما كاين لا مقاهي، ما كاين والو، كيتقدى الإنسان داك الشيء أصبعه وكيدخل، وغادي تشوف لوبيك إلا كان أن بيك كيكون في البلاد يومي غادي يهبط. أنت كتخلي الهوامش كلها عامرة، دخلوهم للزناق يخبيوهم، وسيروا عطاو للناس العصا اللي راه الناس دابا وصلا، واحد كيعاود ليا الأخ قبيلة عنده 21 مليون اللي غادي يخلص ديال الكرة، جوج المليون باش كاري منين غادي يدخلها؟ كانت عنده 24 خدام ولا عنده 5، ولادنا بالجوع، حنا سربايا ما لاقين ما ناكلوا، 4 شهور حنا ساكنين، راه هادي راه الله ما دام لكم ما تلقاو ما ناكلوا وليداتنا. كان الرد ديال سيدي العام؟ العام عيط قالوا مانيش سير نديروا امبورتي يخدم راسو، السيمانة الأولى السيمانة الثانية 4 شهور حنا حابسين، الله ما دام لكم، عاش سيدنا، مالك ما يبغي الشعب يتظلم، راه عندنا ولاد عندنا بالجوع واش غنوكلوهم؟ باش نخلصو من الدار، تيجمعو علينا، قالنا خلصونا ونشريو في الصدقة، نشريو في الصدقة، شي بزاف، إلا كان المرض عيطولنا شوف شنو نديرو الحل، لولادنا، ولادنا تيضيعو، حنا ضعنا وماشي
القهوه ولا البارمال، اما السربايه ولا الميراج مساكن ما غيخدموش نهار اللي غيكون امبورتي. مازال دابا الا يتفتحوا القهاوي غتخدم مولات الميراج، غتخدم السربايه، كومين بعدا كاينه غادي يديروا باش يدير، اما قال لك امبورتي راه ما غاستافدوش لا السربايات لا الميراج. ثاني حاجه هو المده، هو قال لك صبروا سيمانه، حنا ما بغينا السيمانه، سيمانه طالبنا بيومين اهبط المعدل الاير زيرو غنوصلوا معاه للحوار اللي هي نهار الجمعه، هو وافق على هذا المطلب هذا. ثاني حاجه اللي طالبنا به اللي هو انه كل شيء تخلى علينا في الظروف هذه وعطى راسه لجهه اخرى اللي هو الضرائب، الكرا، الموضوع، بزاف ديال الحوايج، ما عطاونا حتى شي واقع اداريه اللي نمشيو ونطالبوا بها بالتسهيلات ونقولوا عندنا التسهيلات من العماله، حيت كاينين واحد جوج حوايج ما عرفناش شكون اللي فيهم على حق، كاين العماله وكاين الجماعه اللي هي تابعه التراب واحد اللي هو مدينه سالا، الجماعه كتحلف فينا بالضرائب والعماله كتقول لنا سدوا، جوج حوايج ما عرفناش شكون اللي فيهم على حق، واش العماله ولا الجماعه؟ الله اعلم. الجماعه قالت لك ما ندير معكم حتى شي تسهيلات، انتم خدامين، ما خداتش القرار ديال الدوله اللي هو ديال الحكومه اللي هو 50%، قالت كي 50% كيف 100% غتخلصوا داك الضرائب اللي كتخلصوها كيف ديما، يعني ريدال عطاتنا فاتوره بالتقدير حواليه قدرنا و اتصالات المغرب ما دارت معنا حتى شي تسهيلات، مع العلم اننا ما استهلكناش الويفي نهائيا، كانوا المحلات ديالنا سادين وما دار معنا حتى شي واحد شي حل. حنا اليوم وجينا عند السيد العامل وطالبنا معاه اللي هي اول نقطه اللي هي الحلان والسده اللي كنحلوا كل مره ونسدوا كل مره، وعلى واحد الاحياء نفس الاحياء بالضبط، سدوا سيمانه 8 ايام، سدوا 48 ساعه، وهما اليوم قال لك يسدوا 15 يوم، يعني البارح 8 يومين سيمانه في 15 يوم، السيمانه الجايه يقول لك سير حتى شهر واحد يخرج اللقاح، يعني انتم بقاو سادين موتوا. المهم حنا طالبنا اننا نديروا معاه واحد الحوار اللي نجلسوا معاه الطابله، هو كان واحد الاختلاف في النقاط الداخل، حيت كاينين الناس اللي كانت تدافع على المصالح ديالها، كاينه الناس اللي كانت تهضر على المصلحه العامه، انا من جهتي هضرت على المصلحه العامه حيت انا ما همنيش راسي، اول حاجه كما كنخاف على راسي كنخاف من الله وما كنخاف من حتى شي انسان. وطالبت باننا نوصلوا للحوار نهار الجمعه ان شاء الله، عندنا حوار وتنتمنى من الصحافه هي تكون حاضره وتكون حاضره بقوه باش توصل الصوت ديالنا للمجتمع ويعرفونا الحقره اللي عايشين فيها، حيت هنا تحقرنا بزاف وحتى شي واحد ما حس بينا، قالوا لينا بان القهوه ماشي مشكل، من الحانوت إيه تشري من عنده الحليب والخبز باش تاكل، ولكن خصهم يعرفوا باننا حنايا المشروع ديالنا حطيناه فيه كاع راس مالنا وتلفنا، يعني باش نشريو داك الخبز ولا داك الحليب ولا داك ما بقاش عندنا، ولينا عايشين بالماء والسكر، نطلعوا الطونسيون نهبطوا الطونسيون، اليوم ما يجيكش النعاس غدا ما يجيكش النعاس، وسيروا النعاس الا بغيتي تشربوا باش تنعس خاصك غدا تفيق تاكل، وشنو غتفيق تاكل غدا؟ الحجر، ودابا بقى لنا التراب.